حيث وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي وصف انسحاب الجيش من مفاوضات الهدنة بالأمر المؤسف. وأضاف جون كيربي أن القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يجب أن يتوقف والمساعدات يجب أن تصل. نريد وقف القتال في السودان ودخول المساعدات لسكان الخرطوم وجميع من يحتاجها في أنحاء البلاد ولمن يضطر للخروج من منازلهم. لابد من انتهاز فرصة السلام وأخذها على محمل الجد. نحن نساعد في التنسيق وإتمام هذه المفاوضات وندعو للالتزام وفقا لنتائجها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.